هذا السوق اسمه سوق مدحت باشا، اسم تركي لأن هذه الأسواق كلها كانت تركية يعني، واللي ساكنين هنا أكثرهم يهود، اليهود العرب اللي هاجروا إلى إسرائيل وهاجروا إلى الدول الأخرى. مهنة اليهود كان الصرافة والتجارة، وهذا المكان أساسه هو هنا مقاهي للشيوخ بيت شنعان، العيدان، العطب، شيوخ البصرة الأصليين كانت جلساتهم كلها هنا بالمقاهي ويقضون أشغال الناس بالمقهى. أما بالنسبة لسوق الحبال، هذا سوق الحبال صار له تقريبا أكثر من 100 عام يعني، اللي كانوا يداولون 4-5 نفرات بالأسماء، حجي حميد الردياني، حجي كريم الردياني، عندك أبو مرتضى، محمد حسن. سوق كان عامر بالمواد الزراعية يعني، هاي اللي صدرت علينا مواد صناعية، كانت الجلة، الحصيرة، السلة، يعني هاي الأشياء البدائية، المهد مال الطفل الصغير، العلاقة الخوص، يعني تجي تلقى ما تلقى أشياء صناعية. طورت الأمور تطور الوقت وتغير كل شيء، أصبحت العلاقة نايلون، كل الأشياء أصبحت صناعية من البتروكيماوي يعني. سوق قديم، هذه هنا مجاورة إن كنيسة اليهود، صفنا هم كنيسة يوم عندهم يوم السبت، مو السبت، السبت كان هنا يحتفلون بالذبح الدجاج مالهم وطقوسهم الدينية، عشنا وياهم عيشة حلوة كانت. هذا السوق في هتش وقت الساعة 9 الصباح ما إلك محط رجل تمشي على كثرة الناس وعلى كثرة الناس اللي تداول، لأن البصرة هي ميناء، البصرة ميناء العراق، فالأجانب تلقى من جميع الدول، من جميع الدول الأجانب بالبواخر يجون الصبح هنا ينزلون آلاف الجسمة بواخر هنا ترسي على شط العرب، منها هاي باخرة هندية كل أسبوع تجي سفرة يجون بها هنود، هنا تلقى يتاجرون بالأشياء، البضاعة من هاي القضايا، البهارات، ما هذا كله تجينا عن طريقهم، كان ماكو تجارة قوية، وهذا كله هذا اللي جايب له 4-5 قواني شو اسمه، هذا اللي نشتري من عندهم يعني، والبحارة الموجودين. فالسوق هو عامر بقضايا البحر يعني، من شبك، من مستلزمات الصيد، هذا هو سوقنا. Thank you.